فيش. طيب فيش احنا عندنا مبدئيا نوعين من انواع الماتشنج مين يعني تمام الباقي بيتمحور حاليا. اول حاجه الانترنشنيشن وثاني حاجه الانترفيشن ان انا برتب الديفايسز بتاعتي ايه مبدئيا انا يعني اول حاجه لازم اعرفها ان انا بتعامل اثناء الماتشنج ان اليونت بتاعتي تو فينجرز تمام اي ترانزستور اوكي لازم اليونت بتاعتي تبقى تو فينجرز ليه؟ عشان السورس درين سورس ماشي. انا لو عندي مثلا عندي كده انتوا عارفين الفينجرز صح؟ اه بالظبط. لا 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 انا بتكلم ان اليونت بتاعتنا في الماتشنج تو فينجرز يعني انا بتعامل مع اي ترانزستور في الماتشنج كتو فينجرز ما بتعاملش مع ترانزستور از اون فينجر. ليه؟ عشان لو اتعاملت مع ترانزستور يعني مثلا انا افترض ان انا بعمل ماتشنج وبتعامل ايه؟
ده ايه؟ ده دي ماشي؟ ده سورس جرين خشاير. خشاير ايه بقى؟ تمام؟ خلينا نقول ان بقى يعني ايه؟ بقى ساعتها جرين سورس جرين. يعني بقى ده جرين سورس جرين. ماشي؟ ده هتلاقي اتجاه الكارنت بتاعه واحد اتجاه كده؟ واحد اتجاه بتاعه كده. ايه؟ انت بقى عندك الترانزستور A اتجاه الكارنت بتاعه يمين، والترانزستور B اتجاه الكارنت بتاعه شمال. ده كده هو الفيلم. تمام؟ فانت اتجاهات الكارنت بتاعتك ذات نفسها بقى فيها مشكله. طيب؟ ميس انت بتعمل ميس ماتش في تمام. فاحنا بنتجنب تماما الحوار ده، غير طبعا يعني مشكله الشيرنج، يعني انت ساعتها ده مش بيشير مع ده. فلما هتيجي تحط الفويس، يعني هتيجي تحط هنا تاني مثلا، عندك تاني وعندك ايه؟ هنقول ايه؟ المفروض ان التكمله هيبقى ايه؟ ده سورس وده درين. ماشي؟ السورس دوت. ماشي؟ مبدئيا الدرين اللي هنا ده بتاع دي ولا بتاع دي؟ ده بتاع ده ولا ده؟ ما ينفعش. ده كرت. ده كرت. واحد جاي له كرت وواحد بيطلع كرت. ما ينفعش يبقى بتاع الاثنين. السورس بتاع الاثنين ينفع عشان ده جراوند وده جراوند. تمام؟ بس وانس ان النودز مختلفة ما ينفعش تشير. ماشي؟ واحنا اتفقنا على ايه؟ ان الشكل ده مربوط ناخد ان احنا اليونت بتاعتنا تو فينجرز. تو فينجرز اتليست. تمام؟ ممكن استخدم اربعة، ممكن استخدم ستة. يعني انا لو عندي ديفايس كبير قوي مش هقدر اقسمه اتنين اتنين، يعني الموضوع هيبقى ممل ات سم بوينت، يعني هتقعد الكونكشنز بتاعتك هتبقى كومبلكس. يعني انت مثلا عندك ماتشنج باترن بدل ما هو كده بحجم السبورت. تمام؟ وانت مشيته اتنين اتنين هتلاقي ان انت بقيت عايز مثلا ايه توصل كل اتنين مع بعض، بعد كده اتنين 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 ماتش مثلا الميرور بتاعتك كبيره مثلا بيطلع منها تسعه كارنتس ولا حاجه، هتلاقي ان انت الكونكشنز بتاعتك اصلا اللي انت عايز توصلها انت في الاخر عايز توصل الاثنين في بعض. تمام؟ فالحاله دي مش هيبقى عندك مشكله لو هو الكرنت ميرور بالشكل ده. ليه؟ عشان الجيتس كلها اوريدي كلها ايه؟ وصله واحده. حد فاهم حاجه؟ او حد عنده مشكله؟ احنا عندنا الجيتس كلها وصله في بعض. فلو عندي اثنين بلاير جنب الجيت دي هقدر امشي بايه؟ براوت واحد يجمعهم. محدش عنده مشكلة صح؟ المشكلة تحصل فين؟ أنا ممكن عندي الكرنت ميرور ده الكونكشن دي ما تبقاش كده. كونكشن الجيت. كونكشن الجيت تبقى إيه؟ سويتش بيطلع المود دي تدخل على سويتشات الأول، يعني يدخل كده على هنقول إن ده سويتش يعني ماشي. السويتش ده هو اللي يخش على الجي دي ماشي. وبعد كده سويتش تاني يخش على الجيت اللي بعده. ساعتها انا بعمل ده بهدف ايه؟ ان انا بكنترول الكرنت اصلا. يعني انا بقول البرانش ده يشتغل، البرانش ده يشتغل، البرانش ده يشتغل. تتهيألي كنتوا عاملين كده في الداك كان فاير ميدل، كنتوا عاملين سويتش، كنتوا عاملين ترانسميشن جينز ما بين على درين صح؟ بالظبط. يعني انتوا بتقفلوا الكرنت في المسار بتاع الكرنت. هنا انت بتقفل الكرنت قبل ما الكرنت يطلع اصلا. ايش ده بيكون احسن من الباور ديسيبيشن. ايه؟ انت في الحاله بتاعتك انت الكرنت طلع بس انت رحت قافل عليه مسار ان هو يطلع لفوق عشان ما ياثرش.
انما في الحالات دي انت قفلت الكرنت اصلا قبل ما البتاع يشتغل خالص، فانت بقى عندك ساعتها مشكله ان انت اصلا ما تعرفش تمد براوت يجمع كل الجيتس بتاعتك، لان الجيتس ما بقتش واصله ببعض. تمام؟ طيب فساعتها لما باجي اعمل مثلا اتنينات اتنينات مثلا، لو سي لو قلنا ان دوت 40 ماشي، فلو ده 40 ومشيت اتنينات اتنينات فانا في 20 كونكشن عايز اعملهم، الموضوع هيبقى هاسل كبير. ساعتها مثلا ممكن امشي 4 4 ماشي، ساعتها ال 20 كونكشن ال 20 كونكشن دول هيقلوا ل 10، وفرت نص. ما ينفعش بقى ان انا اروح ماشي ده 4 4 واروح ماشي ده 2 2. تمام؟ مبدئيا انا لازم اشوف اقل يونت عندي. يعني انا لو ديت اقل يونت عندي ميرو الدايت كونكتد ديفايس، لو ده اقل يونت عندي ساعتها يبقى دي اليونت بتاعتي. تمام؟ لو مثلا ده بيمشي مثلا زي 10 وبيميرور هنا مثلا ب 20 وبعد كده مثلا زي هنا بيميرور ب 40 ولسبب ما هو البرانش دوت عايز يميرور بايه؟ ب 5 ماشي؟ فانا متوقع ان لو دي 40 فدي 20 ماشي؟ فساعتها يعني انا بفترض ارقام ملتبلايد من بعض يعني عشان الوضع يبقى سهل. ساعتها مثلا سي لو هقول ان دي 4 مثلا ودي 2 مثلا 40 و20، فساعتها ما ينفعش اعمل اليونت بتاعت 4 4 فينجرز. ساعتها ما ينفعش اعمل اليونت بتاعت 4 فينجرز، لازم انا ملتزم بالاثنين، لان الاثنين يعني ولا كيفين لو عملت اليونت بتاعت 4. نفس الجهاز نفس الفينجرز بس من غير مالتيبلايز، مش مضاعف. لا يعني انا اليونت بتاعتي اللي هي كام فينجر وصل ببعض، يعني بدل ما مثلا انا عندي هنا سي اي اي بي بي مفترض اوكي، فانا ممكن يبقى اي بي 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 بي. تمام؟ مش عارف مش فاكر ايه ايه وبي عدد ده كام فيجر؟ 40 صح كده؟ انا بقسم ال 40 ديت 4 في 10 تمام؟ ال 4 في 10 دول بيتوزعوا في الميرور بتاعتي الكبيره. تمام؟ ما انا مش هحط برضه 40 فلتر جنب بعض، مش فردي تشبشب هو. محتاج ان انا اوزعه بشكل ما. وكذلك بقيه اليونتس بتاعتي، يعني لو ده 40 وده 80 مش هروح واخد هنا قضيت 40 يونت كده وبعد كده 80 يونت هنا وبعديها مثلا ايه 120 يونت ارصصهم هنا. تمام؟ لا يعني بوزعهم بشكل ما بحيث ان انا الوول اركتكتشر بتاعي يبقى ماتشد مع بعض. تمام؟ ماشي. فاحنا وصلنا لايه؟ ان احنا هو المهندس احمد عبد العال كان بيقول ان الفيندرز كانت اثنين بس اكتر من اثنين بيعمل في سنين. والله ديبندس على الابلكيشن، يعني لما هتجرب بايدك هتلاقي ان العادي ممكن يبقى اكتر من اثنين. عملنا حاجات كتير اكتر من اثنين. هو لو هو مثلا يعني مهندس الالو لو انا مثلا لو جايب ديزاين هو عامل ديزاين فانا ده ليه قبل ان ازوده والله ما اتفق مع بشر مع بتاع الديزاين. يعني ده اصلا يعني ده انا من الحاجات اللي بنعملها في المجال هو يكون برضه عنده علم فيه. لو هو عنده كونسيرن معين هيقوله لك، يعني في سايكل ريفيو كده ان انت بتقعد مع ديزاينر يقول لك ان هو ايه الحاجات المهمه بالنسبه له، ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها، وباقي الحاجات دي يعني قشطه شل. بس لو عندي الجيت ده كومن كومن بس ان انا لو كنت بص لبعض زي الحاله بتاعت الطلب الميرور العادي ساعتها عادي ان انا احط مثلا الاثنينات جنب بعضهم في الباسكال ايه ايه احط فينجرز باثنين كله ورا بعض في الباسكال الجيت ده معلش السؤال من الاول لو عندي الجيت كومن في كومن هيبقى عادي ان انا احط عدد الفينجر الاثنين فيهم فيهم كلهم ترانزستور وحطهم جنب بعض عشان
يعني انا ما ينفعش يبقى الميرور بتاعتي ده المنظر ده هو الدور التانجل ده مش حلو خالص بالنسبه للميس ماتش، عشان ده هيبقى في عندك يعني الانفايرمنت اللي موجوده هنا اكيد مختلف عن الانفايرمنت اللي موجوده هنا. تمام؟ فانا مش عشان هما الجيتس بتاعتهم كلها واصلا مع بعض اروح حاططهم في سطر واحد كده، لا ليه؟ بحاول بقدر الامكان الماتش بتاعي يبقى اقرب ما يكون للشكل المربع، مش لازم يبقى مربع لان انا ببقى محكوم بدايره كامله، يعني انا مش ما عنديش اثنين ترانزستور في الاخر يعني، بس بحاول اقرب بقدر الامكان من المربع. ليه؟ عشان اقلل المس ماتش اللي بيحصل على الدايره عندي. مربع يعني ما تكونش سطر كده بعدين عمود كده. لا 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 لا، سطر سطر كده تحت سطر كده. اقدر اوصل الجسم من السطر للسطر الثاني وكده. يعني عندك مثلا كونكشن، احنا لسه ما وصلناش لده، بس ولما تبص عليها هتقول هيبقى الموضوع اكتر شويه، بس مثلا عندي الكونكشن بتاع الجيم ده والكونكشن بتاع الجيم دوت واصلين هما كده مثلا كل سطر مع بعضه عادي. ممكن ايه اللي يمنعني ان انا مثلا سين ان انا اجمعهم كده راوند التول بس بميتال مختلف؟ ساعتها هيبقى عندي مفيش راوند العرض مثلا في كل حاجه كده، ده هيتقسم مثلا. ماشي؟ ساعتها بقى عندي مثلا سي راوتس بالمنظر دوت. ساعتها لو ده مثلا بيكلم ده هيبقى في راوت واخدهم كده. ده بيكلم ده وهيبقى في راوت واخدهم كده. لازم ابقى عامل حسابي وانا بعمل الماتشنج اصلا ان الحاجات تعرف تتكلم بسهوله. تتكلم بعض بسهوله. يعني انا الكونكشنز بتاعت الحاجات اللي بتتكلم بعض تبقى بتعرف تتكلم بعض بسهوله، بس مش بتتكلم بعض بسهوله لدرجه ان انا اروح حاطط كل حاجه بتكلم بعض جنب بعض واهمل الماتش بتاعي. تمام؟ هنجيلها ازاي باخد في حسابي او باخد في دماغي حسابات الراوتنج وانا بعمل الماتش. عندنا حاجة اسمها فيندرز وعندنا حاجة اسمها مالتي بلايرز. تمام؟ عندنا أي ترانزستور، لو أنا بقول إن الترانزستور ده الداليو بتاعته داليو على إيه مثلا يساوي داليو مثلا يساوي إيه؟ 20 مايكرو. ماشي؟ وفي ترانزستور تاني الداتا بتاعته بتساوي مثلا ايه؟ 4 مايكرو. حلو كده؟ ساعتها انا ممكن ال 4 مايكرو دول بدل ما هو يعني ال 4 مايكرو دول ممكن يبقوا ترانزستور واحد كده ودي 4 مايكرو. ماشي؟ صح كده؟ انا ممكن اقسم ال 4 مايكرو دول الترانزستور واحد بس اربعه فيلترز. تمام؟ فبدل ما هو عامل كده هيبقى عامل ازاي؟ ماشي؟ هيبقى عندي ترانزستور كده ده يساوي واحد مايكرو وان يساوي اربعه. ماشي؟ ده هيبقى عامل ازاي؟ تمام؟ السورس، مين السورس؟
والصفر، ودول كلهم نفس الكونشن. دي دي ماشي. طيب انا استفدت ايه من الشكل ده اصلا؟ اربعه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. بس انت عندك مشكله ان عدد السورسز والجرينز اقل من اللي انت متوقعه، صح كده؟ يعني انت متوقع ان ده عشان اقسمه لاربعه هيبقى ترانزستور كده وترانزستور كده وترانزستور كده وترانزستور كده، ماشي؟ ده اللي انت متوقعه، صح؟ ماشي؟ طيب لو احنا جينا الترانزستور دوت قلبناه، ماشي؟ وبقى جرين سورس ودخل كده، تمام؟ بقى الدرين ده هو درين واحد، يعني التو درينز دول جمعتهم في درين واحد، بس بدل ما بيطلع من ده مثلا سي كارنت نص مل نص مايكرو، بقى بيطلع منه كارنت واحد مايكرو. السورس دوت جمعته مع السورس ده، ورحت قارب ده والدرين ده جمعته مع الدرين ده، يديني الشكل اللي هو ده. سورس درين سورس درين سورس. ايه اللي انا استفدته اصلا من الشكل ده مبدئيا؟ معلق. الماتشنج بتاعي كده؟ لا، الماتش
الماتشنج بتاعي بين سي ده موجود على اليمين وموجود على الشمال، دي ده موجود على اليمين وموجود على الشمال، ايه ده اللايت كونكتد ده موجود في النص، بي موجود على اليمين وعلى الشمال، فانا لازم روت واحد من اليمين للشمال يجمعهم. معلش ليه كل الترانزستورات موجوده على اليمين وعلى الشمال؟ ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، ده الماتشنج اصلا، ان انا ما ينفعش ان انا احط الترانزستور بتاعي كله في حته واحده، عشان تاني لو انا عندي انفايرمنتال بروسيس بيحصل هنا ماشي، انا مش متوقع ان ده دوت هيحصل على الناحيه اليمين، فلو انا حاطط الديفايس بتاعي السي ده كله في الحته دي تمام، ودي كله في الحته دي، دي هيحصل عليها اصلا بروسيس فاريشن مختلف عن اللي هناك خالص، فما ينفعش ان انا احطهم كلهم في حته واحده، فانا بعمل ايه؟ بوزع دي يمين وشمال، سي يمين وشمال، بي يمين وشمال، عشان اوحد البروسيس اللي بيحصل عليهم، الراندوم فاريشن اللي بيحصل عليهم اللي غصب عني كده كده بيحصل، بوحده عليهم كلهم تمام؟ فلو بيحصل على اليمين فهيشوف سي ودي، بيحصل على الشمال فهيشوف سي ودي. تمام كده؟ يعني حتى لو مش سيمتريك هيشوف سي ودي في اليمين وهيشوف سي ودي في الشمال. يعني انا حصل عندي فاريشن هنا مثلا زي هتقول بلس اكس، وهنا حصل بلس اكس بلس 1 تمام؟ هنا في سي ودي فيشوفوا بلس اكس، وهنا في سي ودي هيشوفوا اكس بلس 1 تمام؟ ففي الحالتين سي ودي شافوا على الناحيه ديت حاجه مع الناحيه دي حاجه، بس ايا كان اللي بيحصل على الاكس اللي بيحصل على سي بيحصل على دي تمام؟ يعني هي المشكله مش في الفاريشن هنا مختلف عن هنا، الفكره ان اللي هناك زي اللي هنا، فاللي بيحصل فلو حصل حاجه على اللي هناك هتحصل على كله، ولو حصل حاجه على هنا هيحصل على كله تمام؟ البطرون كل مره فاهم ايا كان مش فارق معايا بالظبط كده. اكزاكتلي انا بوحد ما بينهم كلهم في البيهيفير، ان انا هي دي فكره الكروس كونكشن ولا دي حاجه تانيه؟ الكروس كونكشن لا مش فاهم. طيب حد عنده اي مشكله او حاجه؟ هو انا محتاج اطلع عدد الفيندرز والراوتنج عشان يوصلوا الجرينز بتاعت كل بوينت، الراوتنج ده هيبقى كتير، انا عايز امشي عدد راوتس بعدد الكرنتس اللي طالع تمام؟ فعدد الكرنتس اللي طالع ده هو اللي هيقول لي انا اقدر امشي قد ايه تمام؟ انا كده عندي كونكشنز مثلا لو انا حاطط دي على اليمين وعلى الشمال مثلا، انا عندي كونكشن غير الخمسه راوتس بتاع الكرنتس كده، عندي كونكشنز ما بين الترينز بتاع مثلا بي ماشي، ما ده اللي احنا عاملين حسابنا عليه، ان احنا عندنا في راوت لده لده في راوت لده في راوت لده وفي راوت فاكر الجراوندز دي كلهم مع بعض. هو ده الراوت اصلا، هو ده الراوت اللي هو موجود فوق يعني ايه؟ لا 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 انا قصدي على الراوت اللي هيجمع الكرنس مع بعض تمام، الراوت اللي هيطلع بيه فوق ده لسه ما وصلنالوش، احنا لسه في مرحله ان احنا بنطلع الكرنت اصلا تمام، لسه ما رحناش في حته اوكي. فاحنا ماشي، انت عملت مشكلة مع الـ 40، احنا
اي ترانزستور ماشي، قلنا ان دوت مثلا الدبي بتاعه 20 ماشي، فانا ال 20 ديت اقدر اقول ان هي بدل ما هي 20 مايكرو تبقى الدبي مثلا دي 5 مايكرو ماشي، دي 4 ودي اللي هي ايه؟ ال ايه؟ لا ده ال ده النمبر اوف ثينج تمام؟ ناخد بالنا من حاجة إن لما أنا بقول إن دوت كده الفرق ما بين الاتنين حاجة، يعني إن أنا لما أنا بقول إن إن بأربعة هو بيقسم لي دايركتلي الترانزستور ل أربعة ترانزستورز، أربعة ترانزستورز الويتس بتاع كل واحد منهم 5 مايكرو ماشي، كل واحد فيهم أربعة فينجرز صح كده؟ هو كان كده بدل ما هو كان 20 مايكرو ماشي، بدل ماشي حتى عندك مشكله في دوت لحد دلوقتي؟ لو انا جيت الخمسه دي ورحت مخليها ايه؟ دبليو بيساوي 1 مايكرو في 4 دي 5 تمام؟ 4 ده هو الـ N، 5 ده هو الـ Multiplier تمام؟ ساعتها الترانزستور ده بقى هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده سن الخمسة فوق بتاعهم واحد مايكرو كل واحد منهم أربعة فينجرز والعدد بتاعهم خمسة، واضح كده المالتبلايرز والفينجرز والكلام دوت ماشي؟ حد عنده أي مشكلة معاهم؟ إيه؟ يكونكت بيهم إزاي؟ أو كلهم هيبقوا سورس جرين سورس. قصدي هيعمل شيرنج ما بينهم وبين حاجه ولا هيطلع براوند؟ لا هتعمل شيرنج ما بينهم وبين حاجه، لو انت بتعمل بيهم ماتشنج فلازم تعمل شيرنج تمام؟ مش هتعمل شيرنج في يونت واحده مش هتشير الميرور بتاعتك كلها. ده ترانزستور واحد اه. مظبوط تمام؟ بس احنا لو احنا مثلا ده ترانزستور جوه ماتشنج ساعتها مش هتحطهم كلهم في حته واحده، مش هتحطهم كلهم في حته، هتحط واحد على اليمين واحد على الشمال، هنوصل بنوزعهم ازاي؟ تمام كده؟ حتى عندي مشكله في المالتبلايرز والفينجرز؟ ايه المشكله بقى لو الهايب بتاع الترانزستور ده؟ لا لو الهايب بتاع الترانزستور بتاعي قل صح كده؟ انا ليميتد بايه؟ انا هجمع الكارنتس بتاعتي ازاي؟ تمام؟ انا عندي كل واحد من دول بيطلع كارنت صح كده؟ فلو انا عندي مثلا اعتبر ان ده ماشي فاكر التاني ماشي؟ متقسم على ايه؟ على اربع سطور خمسة ماشي؟ هقول ان انا هحط انا دايما عندي مبدأ كارنت كيرفز ان الدايركت كونكت بتاعي في النص نص الماتشنج باترن. ليه؟ عشان يوصل يمين وشمال وفوق وتحت وكل حاجه من نفس المكان. ماشي؟ بحاول اسنترلايز الدايركت كونكتد في نص الماتشنج باترن بتاعي. عندي الدايركت كونكتد مثلا هنا هنا
بقول ان انا عندي الدايت كونكتر بتاعي على ايه؟ عايزين ايه كمان؟ ايه لو احنا اليونت بتاعتنا 2 4 ايا كان، بس احنا اليونت بتاعتنا ضغط تمام. مش هنقعد بقى خلاص يعني ننسى بس حوار ان احنا عندنا 2 فينجرز، ده احنا اليونت بتاعتنا 2 فينجر او 4 او 8 16 92 براحتك. ايه دي كده مالتبلاير تمام. احنا هنخلي الويتس في الفينجر واحد وعدد الفينجرز في اليونتس بتاعتنا واحد، وهنغير المالتبلايرز. ايه رايك؟ يعني احنا عندنا اليونت الواحده الويتس بتاعتها مثلا سي 1 مايكرو، والنمبر اوف فينجرز بتاعتها باثنين او باربعه، والباقي كله مالتبلايرز تمام. فاحنا عندنا ايه؟ 4 مالتبلايرز تمام؟ انا حاطط الماتشنج باتر اللي ملوش علاقه باللي انا كنت حاطه اصلا. ماشي؟ بس ايه كده اسمه واحد كمان ماشي. فاحنا حطينا الايه بتاعنا في النص ماشي. هنعمل مثلا ايه؟ عايزين نحط مثلا احنا عندنا الايه اربعه، عايزين نجيب كده رقم اي رقم 8 ماشي. السي كام؟ لا ما يعني مش هنقدر انت ارقام يعني الارقام يعني احنا لو بنعمل تو ستيج امبليفاير ال 5 كيو دي ايه اكيد مش هيبقى مثلا الستيج الثانيه مش هتبقى بتسحب دبل الكارت دي، يعني هتبقى بتسحب كرنت منه يعني. لا ما يعني ما تدينيش وحدات فرديه يعني 20 ماشي 20 ماشي. وعندنا دي كام؟ كام؟ 6 عايزين ايه؟
كل حاجة هتبقى ليها ميزاتها وليها عيوبها. ايه؟ يعني لكل مرحلة حيوان. لما تقبل عرض لازم تقبل التضحية. ماشي طيب اوكي. عندنا في البي 8 فالبي ممكن يبقى عامل ازاي؟ 8 الدولار حد حابب يطلع يكتبه في اي مكان؟ عايزين
اللي يفرق في الكلام ده بقى ايه؟ يعني احنا كده عملنا ماتشنج باترن تمام؟ مبدئيا انا ممكن يكون عايز اعدل حاجه في الماتشنج باترن دوت حاجه واحده بس اتليست فور ناو تمام؟ انا وهي ايه؟ تبديل ده مع ده هبدل السي مع الدي تمام؟ ليه؟ عشان انا اهتميت ان انا ادخل كل حاجه جوه بس انا جيت على السي تمام؟ يعني انا رحت ناطر السي في اخر حته في الدنيا تمام؟ فانا لما هبدل السي مع الدي فانا خليت جزء من السي قريب من جوه وجزء تاني بعيد فاهم؟ ايوه ماشي ما هو الدي برضه ستيل مش على الاتش يعني الدي مش على الاتش بتاعي تمام بس في حين ان انا السي سيمكن ان هي تدخل جوه شويه تمام فايه فاحنا عايزين نبدل السي مع الدي ماشي نرجع بقى لحاجه ان احنا بعد ما عملنا ده كله هيحصل عندنا انفايرمنتال تشينج غصب عني برضه ليه؟ عشان انا لما هاجي اعمل الكلام ده واحط الترانزستورز بالشكل دوت هيحصل اللي كنا بنتكلم عنه المره اللي فاتت ان الايدجز بتاعتنا هيبقى عليها شبكه مش ايزوليشن صح كده؟ فهيحصل ان الايدج بتاع السي شايف ستريس بس الحاجات اللي جوه مش شايف اي حاجه بالظبط كده فبنيجي للفكره الاساسيه اصلا ان انا لازم اي ماتشنج بعمله لازم اعمل بروتكشن للترانزستورز بتاعتي بدبلز فبروح حاطط ايه؟ هبقى الدبلز هي دي سمول فبروح حاطط ايه؟ دي 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 تمام؟ وفي عندي فراغات في النص الفراغات دي مش هسيبها فاضيه تمام فاحنا كده عملنا الماتشنج باترن بتاعنا ماشي اللي يحكم على الماتشنج باترن بتاعنا دوت كويس ولا وحش عده عوامل اول حاجه هو الاريا ويست تمام انا عندي هنا في كام دومي جوه الباترن بتاعي 9 تمام فانا عندي 9 دوميز جوه الباترن بتاعي ثاني حاجه هي ان انا الكومبلكسيتي بتاعه الراوتنج بتاعي انا عشان اجمع الحاجات دي احنا عندنا طريقه من الاثنين يا اما بنجمع الراوتس بتول تمام يا اما بنجمع الراوتس بتول يا اما بنجمعهم بالعرض. يعني ايه بجمعهم بطول ويعني ايه بجمعهم بالعرض؟ انا عندي هنا اكتر رو في يونتس مختلفه هو مين؟ احنا هنا مثلا عندنا سي اي بي دول ثلاثه تمام؟ هنا 1 2 3 4 هنا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 صح كده؟ ده غير ان بيضاف عليهم الراوند بتاع الجراوند تمام؟ فانا عندي مينيمم نمبر اوف راوندز 5 صح كده؟ او يعني عدد اليونتس المختلفين 5 يونت تمام؟ انا باخد على الماكسيموم يعني انا لو عندي اللي تحت 2 وده 4 هاخد على 4 لازم كل الروز يمشي عليها نفس العدد. طب هتقول لي انا ما بجمعش الكرنتس دي كلها. اقول لك اتصرف. وصل عليهم جراوند. تمام؟ يعني اكيد مش هتسيبهم فلوتنج يعني مش عشان تيكولايز الراوتس على كل الترانزستورز تروح سايبهم فلوتنج، وصلهم جراوند. تمام؟ فانا عندي 5 راوتس. هل اليونت بقى بتاعتي تقدر تشيل 5 راوتس؟ دي حاجه انت اللي هتشوفها بقى بنفسك في اللي اوت، يعني انت لو الويتس بتاعك
يقدر يشيل 5 يونتس فوق بعض، والله خير وبركه. ما قدرش يشيل 5 يونتس فوق بعض، ساعتها هيبقى لازم حاجه من لازم تعدل، يا اما حاجه من اثنين، يا اما تجمع نوتس بتاعتك، تجمع الكرنس بتاعتك بشكل مختلف، يا اما بتغير الماتشنج باترن. تمام؟ طب احنا هنفترض ان هو مش هينفع نجمعهم بالعربي، المكان بتاعي ما ياخدش 5 راوتس. خلي بالنا ان احنا برضو دي يعني الحاجات دي سيجنالز كارنت، اللي هي لازم الريزستنس بتاعتها ما تكونش عاليه. تمام؟ عشان ما يحصلش فولتج دروب. ماشي؟ يعني انت برضو تخيل عندك ان انت واحد منهم رايح في فندق كاسكود. ماشي؟ ايه؟ ما خدوش فندق كاسكود، واحد منهم رايح في 5 تي او تي. تمام؟ خدوا 5 تي او تي، صح كده؟ فانت عندك الترانزستور اللي تحت دوت، لو الفولتج اللي خارج من الكرنت بقى فيه فولتج، يعني انت ماشي كرنت في الراوت اللي طالع، صح؟ فلو بقى فيه فولتج دروب عادي، فانت بتاخد من الهيدرو، صح كده؟ فانت الكلام دوت هيطلع لك الترانزستور من الساتوريشن. تمام؟ بس عشان تبقى عندك مخيله للافكتس بتاعتك، ان انت لو في عندك راوتس كرنت ريزيستنس بتاعتها عاليه، الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ مش كده؟ مش صح كده؟ ماشي؟ الراوت دوت هنقول ان احنا عاملين الويتس بتاعه كام؟ 150 يوم؟ حلو كده؟ هيبقى طالب سبيسنج كام؟ 1.1 مثلا؟ تمام؟ فالكلام ده هيبقى قد ايه؟ 0.15 5 زائد 0.1 4 صح كده؟ الكلام دوت بكام؟ الكلام دوت 1.1 5 صح كده؟ ممكن حد يبقى يحسبها. لو الترانزستور الويتس بتاعه 1 مايك ماشي فوقيه راوتس 1.15 مايكرو ازاي؟ انا مش شايف ايه ازاي؟ انت بتجمع الكرنتس السورسز والدرينز ازاي؟ ايه؟ طيب ماشي. احنا هنفترض هناخد الرو ده ماشي، هنرسمه ماشي. فاحنا عندنا ماشي، عندنا هنفترض ان اليونت بتاعتنا 2 فينجر سي سي اي اي سي سي اي بي، بعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 السورسز دي كلها، صح كده؟ دول عايزين يوصلوا على ايه؟ على الجراوند. فادي راوت هيمشي بالعرض ماشي، ماشي لم كل السورسز. بعد كده عايز اجمع الاي ده مع الاي ده،
ماشي، فايدي راوت كمان ماشي بالعرض ماشي، عايز يجمع هنا الكلام ده على كل الحاجات اللي انا عايز اجمعها. انت مشيت راوتس بالعرض، هل انت عندك افيلبل اريا بقى ان انت تمشي راوتس بالعرض؟ تمام؟ سؤالك الجاوب؟ ميتال اعلى. كله نفس الميتال؟ يعني مثلا ميتال 2 مثلا ميتال 2 ايه؟ راوتس يعني سلك. بالظبط كده، كانك مش سلك بيوصلك بقى. هيبقى عندك افيلبل اريا ان انت تراوت احسن، تمام؟ بس هيبقى بتاخد ريزيستنس للجيت اسوء وبتاخد كاباستنس اسوء. يعني الصدر ده كده هو الويس بتاعه 1 مايكرو، وانا الراوت اللي واحد عندي اصلا لو هو 1 فولت 15 مايكرو بقى اصلا كده انا محتاج 5 راوتس على قد ما انت محتاج 5 راوتس عشان تجمع. هو مش حاطط واحد اصلا اكبر من الصدر ده بتاعي. بالظبط كده، تمام؟ حد عنده اي مشكله حتى الان؟ طيب، فاحنا قلنا اللي هيحكم على الكلام دوت ان احنا فقلنا ان احنا عايزين بقى ايه نشوف طريقه تانية نجمع بيها الكرنتس بتاعتنا عشان ما نحتسش الحصريه. الطريقه التانية ايه؟ ان احنا نجمع بالطول. ازاي؟ هنيجي نبص على الحاجات اللي بالطول، هبص على اكتر كولوم في عدد يونتس، الاقي ان هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا اثنين هنا اثنين هنا اثنين 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 هكذا، صح كده؟ فانا اكبر يونت عليها اكبر كولوم عليه عدد يونتس اثنين، فساعتها اروح عامل ازاي؟ اقول تاني الحته دي، عدد اليونتس المختلفة في كل كولوم، هنا واحد واحد يعني كلهم سي كلهم دي كلهم سي كل بي وإي كده اثنين، اي ودي اثنين، تمام؟ اي ودي اثنين اثنين واثنين اثنين، لا هنا ثلاثة اثنين سوري بي بي وإي اثنين اثنين واحد واحد واحد، صح كده؟ فالأكبر عدد يونتس في كل كولوم اثنين، ايه؟ هو جراوند، تمام؟ الطامي معانا؟ ايه؟ الطامي ما حسبناش ان هو لا الطامي هيقفل على جراوند كده كده. يعني هيقفلوا على جراوند. تمام؟ فمش ما عنديش مشكله، الطامي انا بقفله السورس والجرين والجيت بتوعه على نفس الكونكشن عشان ما يحصلش تمام؟ ساعتها يبقى انا كده عايز ان انا عندي تو كونكشن و وممكن اقول الجراوند كمان، تمام؟ فانا عندي ثلاثه كونكشن، تمام؟ اللي هيليمت ده بقى ايه؟ مش الطول بتاع اليونت بتاعي، العرض بتاع الترانزستور، الجيت لينس. لو الجيت لينس بتاعي كبير، يعني اللينس بتاعي لو هتقول ان ده ترانزستور مثلا، يعني دي الجيت بتاعتي، لو الجيت بتاعتي ديت كبيره ساعتها اقدر امشي مثلا راوت ميتال 3 مثلا كده وراوت ميتال 3 كده وراوت ميتال 3 كده، تمام؟ ليه؟ عشان انا عندي اريا، تمام؟ يعني احنا لو جينا كملنا وحطينا ايه؟ ترانزستور تاني هنا ودي الجيت بتاعته، تمام؟ الراوتس اللي بالطول دي هتبقى مرتاحه لو الترانزستور بتاعي دوت اللينز بتاعه كبير، اللينز ده بقى لو صغر الترانزستورز دي هتقرب جدا من بعض، فالسورسز والجرينز بتاعتي هتقرب جدا من بعض، فساعتها ما اقدرش ان انا اجمعهم. ليه اصلا انا عايز اعمل كده؟ لان انا عايز الراوتس بتاعتي تبقى بتعمل ايه؟ ان انا عندي تو راوتس بس همشيهم فوق الترانزستور، تمام؟ راوت هيجمع الجراوند، تمام؟ وراوت هيجمع الدرين، هيقف عند الدرين بتاعي. فاهم حاجة؟ خلينا نرسم على البتاع، تمام؟ أنا عندي دوت أهو ماشي بالعرض، ده مجمع إيه؟
سورسز صح كده؟ في راوند تاني هيمشي كده بس ويمشي كده بس ويمشي كده بس ويمشي كده بس، مش هيكمل فوق اليونتس كلها. تمام؟ هدف الراوند ده ان هو يعمل ايه؟ يجمع الدريل. يعني ده مثلا هنقول ان هو هيكونكت من هنا، ده هيكونكت من هنا. تمام؟ فهلاقي ان انا عندي في اللي بالطول ده في واحد كده وواحد كده وواحد كده وواحد كده. صح كده؟ فهاجي ده هيكونكت من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا. ماشي؟ اكشلي الدرين هيبقى في نص اليونت. بالظبط كده. هروح جاي بقى وعامل ايه؟ ماشي 3 راوندز كده. ماشي؟ واحد يجمع الجراوند بتاع كل بقى الكلام. ماشي؟ ودوت مجمع دول. وده مجمع ده. تمام كده؟ حد عنده اي مشكلة حتى الان؟ الناس متخيله الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ ماشي يا فندم. احنا جمعنا من العرض ايه؟ عشان يعني عادي ممكن اعملها زي الدرينز يعني، بس هما كده كده بيبقوا واصلين مع بعض يعني. يعني بحاول بحسن الريزستيفيتي بتاعتهم. عشان انا بجمع من الدرينز بجمعها عشان هي اصلا يونت واحده اللي هو ده مثلا ترانزستور واحد مثلا. عشان كده جمعت له درينز من ديل السورسز. درينز برضه اللي هي الروك اللي هو في كل يونت واحده. ماشي. عشان دول بي وبي 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 فكلهم الدرينز واصلين مع بعض، بس ما عملتش كونكشن على كونكشن دي عملتها على الراوند دوت. انا مشيت 3 راوندز، واحد مجمع الجراوندز، واحد مجمع الاي، واحد مجمع البي. تمام؟ اجي هنا. تمام؟ امشي 3، واحد هيجمع الجراوند، واحد هيجمع الاي، واحد هيجمع الدي. دي سوري دي دي ده طب. هنا واحد هيجمع الدي، واحد هيجمع الاي، واحد هيجمع الجراوند. وهكذا. طب معلش ليه الترينز لوحدها؟ الترينز هي روك ما عشان انت لو انت مش هينفع تمشي درين بس صغير ده. ما انت مش هينفع تمشي درين واحد يلم كل نوم، لازم تقطعه. ومش هينفع تمشي 5، احنا عملنا ده اصلا عشان مش عارفين نمشي 5. احنا مش عارفين نمشي 5 راوندز تلم الكلام ده كله. مش احنا عملنا دوت عشان احنا ما عندناش مكان ان احنا نلم 5 راوندز. فروحنا بقينا بنقف هنا. كل درين كل يونت عليها راوند واحد فوقيها. تمام؟ الراوند دوت مهمته ان هو يكونكت الدرين بتاعه. تمام؟ ماشي. طيب فده بالنسبة للكرنت ميرور العجيبة اللي احنا عملناها. تمام؟ نرجع بس نسترجع حاجة، إن أصلا ده ممكن يكون عندي أصلا أنا عامل اريا ويست. تمام؟ يعني احنا أهملنا بوينت إن أنا ممكن يكون عندي اريا ويست أصلا بسبب إن أنا عامل ماتشنج باترن بتاعي مش اوبتمايز، يعني عدد الروز والكولومز مش اوبتمايز، فبقى عندي اريا ويست بسبب ان انا ايه اضطريت ان انا انسرت عدد دومز كبير. تمام؟ فانا ممكن احتاج ان انا اعدل الماتشنج باترن بتاعي في شكل مختلف بقى، طول اكبر، عرض اكبر، ايا كان، بحيث ان انا اقلل الاريا ويست. عشان كده اللي كنت بقوله ان انا مش دايما هعرف اعمل الماتشنج باترن بتاعي في مربع. ليه؟ لان انا ممكن اصلا لو جيت اعمل مربع 10 في 10 او 8 في 8 الاقي ان انا عندي اريا ويست كبير، ان انا مضطر ان انا انسرت عدد دامس كبير. تمام؟ او ان الراوتنج كومبلكس بتاعتي هيزيد بسبب ان انا محتاج اوصل حاجات مختلفه ببعض. تمام؟ انت بقى بتكتس عدد نص انا بشيل 5 من هنا لازم اشيل 5 من هنا، هم 9 يعني انا مش معدي، يعني انا مش معدي مش عارف اشيل كولوم وكولوم مثلا عشان هم 9.
مش بس ممكن تغير عدد الرؤوس، ممكن تخليه بدل ما هو 5 يبقى 4 ايا كان. يعني انا مش انا ما فيش سيناريو يعني ان انا اقعد اشوف كل ماتش باترن، دي محتاجه ابقى فاتح البرنامج وقاعد بفكر. انا رسمت اي كشكول مربعات يعني ايه؟ اه انت شغال على كده بس او هتفتح اكسل شيت وتكتب الحاجات بايدك يعني. لا ازاي؟ ما كلهم بيشيروا نفس الديفيوجن، مش كلهم بيشيروا السورسز؟ هيبقى في اس تي اي ما بينهم ازاي؟ هو ده الهدف من الماتشنج، ان انت ما يبقاش عندك اصلا اس تي اي على اي ترانزستور. اكشلي الاس تي اي بيزود الهيتنج في مودرن التكنولوجيز يعني. تمام؟ الاطراف عندك فيها هيتنج والجوه بيبقى بتاع بارد يعني، فدي مش حاجه كويسه. الماتشنج زي ده حط البنك ازاي؟ ايه؟ توصيلة البنك. توزيعة البنك؟ توصيل بتاع البنك. توصيلة البالك احنا لسه ما جيناش لتوصيلة البالك، يعني انا برسم ماتشنج باترن بس يعني البالك مش هيدخل جوه توصيلة مش جوه ماتشنج باترن يعني. بس يعني البيست براكتس ان انت بيكون في بالك ما بين كل رو والتاني. ده البيست براكتس، ممكن ما يكونش عندك مساحة ان انت تعمل دوت. طب تعمل بالك ما بين كل تو روز. تمام؟ بالك ما بين كل تو روز، فلو مثلا جاي ده وده وحطيت له بالك هنا وبالك هنا، فده بقى شايف بالك تحت وده بقى شايف بالك فوق، ودول بقى ده بقى شايف بالك تحت وحطيت له واحد هنا بقى شايف بالك فوق. تمام؟ اه البالك كونكشن. تمام؟ ده البيست براكتس. في عادي ممكن اصلا ناس بتحل يعني بتحط البالك على الايدج بتاع اللاتشو، يعني الايدج بتاع اللاتشو مثلا سي 20 مايكرو بيبقى اقرب بالك للميرور بتاعته 20 مايكرو، هو جاست بتعدي على اللاتشو. ماشي. طيب حد في اي حاجه سقطها حتى الان؟ ماشي هنرجع السؤال. يعني احنا عندنا مشكله ان احنا لو عندنا عايزين نعمل بالك كونكشن بتاعت اي ترانزستور، صح كده؟ لو انا مش حاطط البالك على مسافه قريبه من الترانزستور برقم معين هيحصل عندي لاتش. تمام؟ أنا عندي مشكلة في الترانزستورز ألا وهي إيه؟ أنتوا عارفين إن هنا في بالك كونكشن، صح كده؟ وإن الديس ريجن بيتناسب مع البي بي إس، صح كده؟ فالمفروض إن البي بي أو يعني واحد ونص بي بي إس مضروب في رقم ايكويشن مش فاكرها اصلا. تمام؟ فالبي بي اس بتاعتي لو بزيرو، تمام؟ فساعتها انا قفلت الديبندنسي بتاعت البي ثريشولد على البي بي اس، صح كده؟ فهي المشكله بتحصل عندي ايه؟ ان انا مش عايز اصلا بي بي اس يكون مختلف، يعني انا عايز دايما البالك كونكشن تبقى منها للسورس بزيرو. تمام؟ عشان ما يبقاش عندي ديفيشن ما بين الميرور بتاعتي وبعضها. لان انا لو بقى عندي الفي بي دي بالك ذات نفسه برقم اعلى من الزيرو، ساعتها كل ترانزستور منهم هيبقى شايف في ثريشولد مختلف. ودي حاجه انا مش عايزها. فانا بحاول بقدر الامكان ان انا البي بي اس بتاعتي تبقى اكروس الميرور بتاعتي واحده. تمام؟ عشان كده بيبقى البالك متوزع بالتساوي على الميرور بتاعتي. بحاول مثلا سيب ان انا احط بالك هنا وبالك هنا وبالك هنا وبالك هنا، لو اعرف احط بالك ما بين كل روب التاني يبقى في رو بالك. ده بقى اخده الجراوند ايه؟ ده تاخده الجراوند ارت. تمام؟ اندبندس برضو على الابلكيشن اللي انت شغال عليه، شغال ار اف ولا شغال
عادي، عشان لو شغال ار اف الوضع بيبقى فيه كونسيرفس مختلفه شويه. بنبقى مهتمين باللوبس واللي ما يبقاش فيه عندي دايره مقفوله خالص وكده. طيب مش عندك مشكلة حتى الآن صح؟ هو العرض بتاع هو ال ال بتاع الترانزستور، عشان لو انا عندي ال ال ده صغير مش هعرف امشي ثلاثة لو صفر، يعني ال ال ده لو صغر السورس والدرين هيقربوا من بعض، مش هعرف امشي اروت بالعرض طويل، مش عارف انزل بثلاث راوتس يدخلوا عليه. فاهم؟ يعني انا بدل ما الراوت عندي كده اقدر انزل كده وكده وكده، واحد تمام واحد بيكونكت من هنا وده بيكونكت من هنا، ده في راوت فوق هيكونكت عليه من هنا تمام. لو اللينس بتاعي سيرفر الراوت ده هيبقى كده بس، فمش هقدر امشي عليه ثلاثه راوت. يعني في الميرورز باي نيتشر بيكون اللينس بتاعها كبير، عشان الريزيستنس بتاعت الجيت تبقى عاليه وما يحصلش عندك مشاكل بتاعت الليكج، وان الجيت لينس بتاعك لو قليل فالفاريشن بتاعك بيكون عالي، في حاجات كتير مشاكل يعني ان اللينس في الميرورز يكون قليل، يعني معظم الميرورز يكون الليز بتاعي. مثلا ساعتها هتبقى 0.45 بلس 0.2 هتبقى 0.65. هيبقى انت محتاج طول شنط كده 0.65. المينيموم بتاعك 0.6 0.06، ده المينيموم بتاعك لان لسه هتلاقيه في الديجيتال، لسه هتلاقيه في الانالوج، يعني في الانالوج هتلاقي نفسك بتستخدم لينز بواحد مايكرو. يعني في كبير ولا فوق ولا تحت؟ بنس على التكنولوجي، كل التكنولوجي واللينس فيها بيبقى ليك مارجن معين. ايه؟ 65 هتلاقي نفسك معدي اللي ما... يعني ممكن تلاقي لينس معدي الاثنين مايكرو عادي يعني. ممكن بالظبط كده يعني. ممكن توصل ل 10 مايكرو في اللينس بتاعك. بس مش عارف هيطلع دي بس ولا لا. 10 يعني هو بيلم هو ما هو في تكنولوجي بتسبورت ان هو ينزل في السكيماتيك، بعد كده تيجي في اللاي اوت تلاقيه بيطلع دي اكسل. حصل كتير معانا. ايه؟ في سبورت في السكيماتيك ان هو ينزل، وفي سبورت في اللاي اوت ان هو ينزل وتيجي ترن عليه يروح يطلع لك دي ار سي. يعني في مثلا دي ار سي مشهور جدا ان ريزيستور ما ينفعش اللينس الويتس بتاعه يبقى اكبر من اللينس. يعني ما ينفعش الريزستور تبقى مضاده كده. ما ينفعش الريزستور تبقى عامله كده. المهم الريزستور لازم يبقى طويل. ماشي؟ هتيجي تنزله في السكيماتيك يقول لك امين. هتنزله في اللاي اوت هيقول لك امين. هترن دي ار سي هيقول لك مش امين. فعادي. ماشي. Thank you.
بتديك 10 دقايق؟ تعالوا بسرعة بس ماشي.